بلدة قديمة رسمت بعمقها التاريخي جمال الطبيعة وسحر الماضي، مرت بعهود كثيرة أنجبت فيها شخصيات من مختلف مشارب الحياة. معظم آثارها ظلت مطمورة إلى الآن، فيما تشكل القلاع والحصون التي تعود إلى فترات متفاوتة من التاريخ الحديث والأسواق والمباني التراثية أبرز معالمها الحضارية. إنها بلدة كويا أو كويسنجاق كما أطلق عليها العثمانيون، والتي تقع بين سلسلة جبال هيبة السلطان وباواجي. وقوعها على نفس المسافة بين مراكز ثلاث محافظات منحها وجهة تجارية وسياحية لا مثيل لها في العراق، إلا أنها كانت دائماً ضحية الصراع السياسي والعسكري. كل الحديث عن مدينة كويا في هذه الحلقة من أربيل. يتفاخر أهل كويا بأن مدينتهم لها تاريخ موغل بالقدم يمتد لآلاف السنين، وظلت في بقعتها كما هي على الرغم من معارك الإمبراطوريات والإمارات المتصارعة عليها في معظم الحقب والأزمان، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي مرت بها. في عام 1843 للميلاد خضعت المدينة تماماً لحكم العثمانيين بعد انسحاب قوات أحمد باشا حاكم إمارة بابان الكردية منها، وألحقت إدارياً بكركوك لحين انتهاء الحرب العالمية الأولى، ثم تحولت في 15 تشرين الثاني عام 1918 إلى قضاء تابع للسليمانية في عهد الشيخ محمود الحفيد. وفي شهر تشرين الثاني عام 1919 أصبحت قضاء يتبع لواء أربيل الذي تشكل حينها بعد فك ارتباطه بلواء الموصل. أما عن اسمها فقد ورد في العديد من الكتابات التاريخية بلفظ كو، أي بدون ياء، ويعني ذلك باللغة الكردية الجمع، في إشارة إلى تجمع سكاني مختلف في بلدة واحدة، فيما أطلق عليها العثمانيون اسم كويسنجق أي لواء كويا، وهو الاسم الذي استمر تداوله في سجلات الدولة الرسمية إلى عام 91 و1000، ليتحول بعد ذلك إلى كويا بعد سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني على إدارتها. تتكون قضاء كويا من 5 نواحي، وهي طقطق وسيغرتكان وآشتي وسكتان وديغالا. مساحتها الإجمالية تقدر ب 87,000 دونم مربع. تعد جسراً رابطاً بين مدن كركوك والسليمانية وأربيل من خلال إحدى شوارعها الرئيسة الأقرب إلى كركوك. مدينة كويا غنية جداً بمواردها الطبيعية، وفي مقدمتها حقول النفط التي لديها إنتاج جيد كحقل طقطق، ناهيك عن الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة والاستصلاح، وذلك بفضل نهر الزاب الصغير فيها، إضافة للثروة الحيوانية من المواشي والأسماك والطيور وغير ذلك الكثير من المحاصيل النباتية. ولكن كويا تعاني من معضلة التبعية الإدارية كما أسلفنا. المدينة بحاجة إلى توسيع في الشوارع والأسواق والمجمعات السكنية. فرص العمل هنا قليلة جداً، وأغلب سكانها من ذوي الدخل المحدود، ناهيك عن المشاريع المتلكئة بسبب الأزمة الاقتصادية. للحكم العثماني بصمة واضحة لا تخطئها العين في مدينة كويا وضواحيها من القرى والأرياف والمواقع الأثرية التي لا يستخدم الناس غيرها. أضف إلى كل ما تقدم القشلة في كويا، وهي الطراز المعماري التركي الذي استخدمه العثمانيون في كل مستعمراتهم هنا لأغراض الحماية والإدارة والتمركز، وتعني باللغة العربية مكان العسكرة. ومساحتها تبلغ 15,000 متر مربع، منها 7,000 متر مربع هياكل وأبنية تتكون من 23 غرفة، تطل على باحة داخلية أشبه ما تكون بساحة عرضات الجند.
قشلة كويا هي واحدة من المواقع الأثرية البارزة في المدينة وتمثل قيمة معمارية نادرة في كردستان، لهذا اتخذناها مقرا لدائرتنا. تضم البناية من الداخل غرف وقاعات، منها كانت مخصصة لمنام ضباط العثمانيين وأخرى للجند، فضلا عن إيوان خاص للصلاة ومقهى ومكتبة. تؤكد المصادر التاريخية إن الوالي العثماني مدحت باشا هو الذي أمر ببناء قشلة كويا عندما كان واليا على بغداد، وأمر ببنائها على مكان مرتفع يقدر بأربعة عشر متراً عن سطح الأرض لتمكين الجند بداخلها من السيطرة على مدى الرؤية المقابل ومراقبة تحركات العدو من فتحات كثيرة ومتجاورة في أعلى سور القشلة، وذلك لأن كردستان كانت في ذلك الحين مقسمة بين العثمانيين والصفويين. القشلة صممت بطريقة لا يمكن لأحد رؤية ما في داخلها، لهذا كانت تستخدم أيضا كمشجب للأسلحة الثقيلة ولأغراض الحماية والتدريب، فهي تسيطر تماما على جميع أجزاء البلدة وخاصة من خلال الأبراج الأربعة المتوزعة على زواياها. في تسعينيات القرن الماضي آل بعض الجوانب من قشلة كويا إلى السقوط نظراً لإهمالها من الحكومات العراقية المتعاقبة، فيما أعادت الإدارة الكردية إعمارها بشكل جزئي بعد عام 2000، لكنها انهارت مرة أخرى، الأمر الذي حدا بسكان البلدة لإعادة ترميمها على نفقتهم الخاصة، وذلك بعد أن يأسوا من مناشدة حكومة الإقليم لصرف ميزانية لحماية الآثار المطمورة في هذه المدينة التاريخية حسب قول مسؤول دائرة آثار البلدة، والذي أكد أنه استقدم بنائين متخصصين في الطراز القديم ومن كبار السن لإعادة ترميم بناية القشلة وفق المخطط القديم وتحويل إحدى قاعات منام الجند العثمانيين فيها إلى متحف يحتضن العديد من الصور القديمة لمدينة كويا ومشاهيرها، فضلاً عن نماذج قديمة لمفروشات وأغطية وأسلحة وأثاث وعملات وأوان وأجهزة ولوحات. سنخسر الكثير من الأماكن الأثرية في مدينة كويا إذا استمر الحال هكذا لسنوات أخرى بسبب عدم تخصيص ميزانية لإعادة ترميم المواقع الأثرية وحمايتها، سنخسرها جميعاً. نقف الآن في أقدم أسواق مدينة كويا. إنشاؤه يعود إلى قرابة 300 عام، يضم السوق العديد من الأماكن الأثرية مثل القيصرية والمنازل الفلكلورية وعدة مبان أخرى إضافة إلى الخان. تعتبر قيصرية كويا التي تقع في مركز البلدة واحدة من أهم وأقدم الأسواق التراثية فيها. تاريخ إنشائها يعود إلى أكثر من 150 عام، صممت على طراز القيصريات القديمة المنتشرة في المدن القديمة في بلدان الشرق. ممرات ضيقة ومتعرجة على أطرافها تقع محلات صغيرة من مختلف الاختصاصات، منها الصاغة والعطارون وأصحاب الحرف اليدوية من الخياطين والنجارين، فضلا عن سوق للأقمشة ومطاعم ومقاهي. قيصرية قديمة كويا سنجاق بعلاية بابا كراغا حويزي، هو كان سوى هاي قيصرية بتقريبا سنة ألف مئة وثلاثة عشر سنة هجري. لم يتغير شيء من طراز بناء قيصرية كويا منذ إنشائها قبل قرن ونصف قرن، سوى سقفها الذي كان إلى وقت قريب مسنوداً على اسطوانات خشبية غيرته الإدارة المحلية لمحافظة السليمانية في العقد الأخير من القرن الماضي إلى بناء حديث من الحديد والطابوق، خشية من انهياره في أي لحظة، فيما ظلت بقية أجزائها متروكة رغم أنها تحتاج إلى الترميم والتحديث.
أو بازاري كوي هيبوة لا سوق كويا كان يمثل مركزا تجاريا لا مثيل له في باقي مدن إقليم كردستان، ويتمتع بتصميم تراثي أكسبه جمالا أخاذا، لدرجة كتبت عنه العديد من المقالات وتغنى بها الشعراء والمطربون، ولم يكن تنقطع عنه الزيارات، ولكن للأسف كما ترون اليوم هذا حاله، فالأمر مرتبط بإنهاء مشروع تعبيد الطرق الخارجية لكويا، وهو مشروع استراتيجي مهم يعيد للمدينة حجمها. الميزة الأبرز لقيصرية كويا هي الخانات القديمة، وهي 4 خانات، 3 منها خارج القيصرية تقع، والأكبر والأقدم والأشهر في المدينة على الإطلاق هو الملاصق للقيصرية من الجهة الشرقية لها، وتدعى خان محمود آغا. هذا الخان عمره يتجاوز 200 عام، ولكنه كان عمرا بالنزلاء حتى بداية القرن الماضي تقريبا، وكان يشهد بين الحين والآخر نزالات لمصارعة الديوك، وهي اللعبة التي كانت رائجة حينها. تاريخ إنشاء هذا الخان يعود إلى قرابة 200 عام. بناه محمود آغا وهو أحد أثرياء كويا التي كانت في ذلك الوقت مركزا تجاريا مهما بين العراق وسوريا وتركيا، فهذا المكان أدى دور فندق لإقامة التجار وأصحاب المواشي والعمال بعد مشقة سفر طويل، وكان يتألف من 64 غرفة موزعة على طابقين وباحة داخلية إلى جانب اسطبل للخيول. مع مرور الزمن انهارت بعض أجزاء هذا الخان، ولم يتبقى منه سوى زوايا جدران متناثرة قد تنهار هي الأخرى ما لم يمد إليه يد الإعمار والترميم، كأنها لم تكن يوما ما جزءا من ذاكرة سكان المدينة أو الذين مروا بها. كنت أتمنى أن يبقى هذا المكان محافظا على قيمته التراثية، كنت أتمنى أن تتحمل دائرة الآثار مسؤولية إعادة ترميمه وإعماره حسب طرازه القديم، ليبقى رمزا لتاريخ مدينة كويا، وكذلك يتحول إلى موقع سياحي يزوره آلاف السياح من داخل إقليم كردستان وخارجه، وليس رؤيته بهذا المنظر الكئيب. لازلنا وإياكم مشاهدين الأكارم في ضيافة مدينة كويا، نحاول اكتشاف أكبر كم من ممكن من ذكريات ما كانت عليه في الماضيين القريب والبعيد، وذلك بعد فاصل قصير. حينما تتجول في الأزقة الضيقة لكويا القديمة تصادفك الكثير من هذه الأقواس المعمارية التي تناهز أعمارها 100 عام تقريبا، حينئذ لم يكن المارة من هنا مضطرين لطأطأة رؤوسهم أثناء العبور، وذلك لأن مستوى الممشى كان أكثر انخفاضا مما هو عليه الآن. الغرض من تشييدها كان للجمالية أولاً ولبناء غرف إضافية فوقه ثانياً، وذلك بالاتفاق والتراضي بين الجارين على جانبي الطريق. في مدينة كويا هناك العديد من المناطق الطبيعية التي تصلح لأن تكون مرافق سياحية جميلة، وعلى سبيل المثال طقطق واسماقولي وهيبة سلطان، والكثير من الجبال والمصايف والبحيرات. وفي الناحية الدينية هناك العديد من المقامات المقدسة للأديان السماوية. أما الآثار من الحقب التاريخية التي توالت على مدينة كويا فهي عبارة عن قلاع وأبنية قديمة تعود بعضها إلى الزرادشتيين والسومريين، فضلاً عن الجوامع القديمة، ناهيك عن بقايا دير مار بهنام والذي يسمى عند عوام المسيحيين في المنطقة ب
مار بينقديشة. يوجد في إقليم كردستان حوالي 3000 موقع سياحي ما بين الطبيعي والأثري، منه 200 موقع يقع ضمن حدود بلدة كويا، لهذا يمكن تصنيفها كأحد أبرز الأماكن السياحية في البلاد. فهيبة سلطان على سبيل المثال تعد مدينة سياحية متكاملة تضم موتيلات ومطاعم ومقاه وألعاب، فضلا عن أسواق تجارية. على تلة كاكاوان وإلى جانب القشلة توجد مقبرة قديمة يرقد فيها كبار العلماء والأدباء والشخصيات المعروفة من مواليد مدينة كويا، منهم الشاعر الكردي المعروف دلدار صاحب قصيدة أي رقيب التي ألقاها عندما كان طالباً في كلية الحقوق بجامعة بغداد في أربعينيات القرن الماضي، لتصبح بعد ذلك النشيد الوطني للشعب الكردي أينما يعيش. مدينة كويا سنجاق بها مقابر حول المدينة، والأقرب المقبرة من هذه المحلة محلة القلات، واسم المقبرة كاكون، ومقابر أخرى أكو من جنوب كويا سنجاق، مقبرة عربيان مشهور. ستكمل هذه المطحنة العتيقة جداً بعد 6 سنوات من الآن القرن الأول من عمرها، يسميها أهل كويا مطحنة العم قادر. ولا يزال هذا المحرك الإنجليزي العملاق الذي يعمل بالديزل يدور حتى يومنا هذا ويصدر ضجيجاً يملأ الأرجاء. هنا حقاً تسمع الجعجعة وترى الطحين. يلقي أهل كويا باللائمة على الحكومة والقطاع الخاص إزاء التقصير بتنشيط قطاع السياحة، لأن المدينة التي لديها أكثر من 80 موقعاً أثرياً مكتشفاً، وهناك ما لم يلمسه يد آثاري بعد. كل ذلك لم يساهم حتى اللحظة بتدوير عجلة السياحة في مدينة تنتظر الكثير من هذا القطاع، ويطالبون الأثرياء من أهالي البلدة بإقامة مشاريع سياحية ضمن حدودها بدلاً من التوجه نحو مركز مدينتي أربيل والسليمانية. مجمع كوسار السياحي هو المكان الوحيد في مدينة كويا ينفع للتنزه، وإلا فسكان البلدة يتوجهون إلى متجعات قريبة منها لهذا الغرض. السياحة في كويا ضعيفة ويعتريها الكثير من المطبات لأن الحكومة لا تهتم بها مطلقاً، فلدينا مناطق طبيعية جميلة للغاية كهيبة سلطان وحماموك وشنروك لكنها مهملة. المشاكل هواية حتى من الحكومة، من الناس، يعني ما يسوون مشاريع سياحية زينة، شو نقول، يعني ما يصرفون فلوسهم لهنا. بالتأكيد أتفق معكم، ولكن علينا أن نعرف أن قطاع السياحة يحتاج إلى وقت لجذب السياح، لكن للأسف الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق وخاصة إقليم كردستان ألقت بظلالها على السياحة. نعم، في قضاء كويا هناك العديد من المواقع السياحية التي لم تستغل بعد. السبب الأول هو ضعف التخصيص المالي من قبل الحكومة، والثاني ليس لدينا هنا شركات أو أشخاص لديهم خبرة كافية لتطوير هذا القطاع. لذلك نحن عرضنا مخططا لمشاريع سياحية كبيرة على شركات أجنبية لتنفيذها. التاريخ الطويل لمدينة كويا وتعاقب العديد من الأقوام عليها وموقعها الجغرافي كلها حتمت على المدينة أن تكون مثالاً يحتذى به للتعايش والوئام بين مختلف القوميات والأديان واللغات، والدلائل على ذلك واضحة للعيان في كويا ويتفاخر أهلها بها. يصدح صوت الأذان والصلاة أيام الجمعة، ومعه جرس القداس أيام الأحد قرابة بعضهما في كويا، ولا تجد إلا في هذه المدينة كنيسة يجتمع بها المسلمون أيام شهر رمضان لتناول وجبة الإفطار،
ناهيك عن التاريخ الطويل جدا من التعايش والتجاور المشترك والصداقات والعمل والزمالة بين المسلمين والمسيحيين في كويا، التي إلى اليوم تحتضن الكثير من الأوقاف المسيحية القديمة جدا والمهمة لدى الأتباع، والتي يأمها المسيحيون في مناسبات معينة من كل أرجاء إقليم كردستان. المجتمع يتغير من الناحية الاجتماعية حسب الظروف والزمان، والحياة مستمرة وفي تجدد، ولسنا مسؤولين عن أدوارها. ولكن هنا في كويا لم تنقطع العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والمسيحيين، ولا أتذكر بحياتي أي حدث أكر صفونا. لم يسبق أن وقعت أي أحداث طائفية أو عنصرية في مدينة كويا بين مختلف الطوائف فيها، وهذا يدل على تمسك الجميع بقيم التسامح والألفة التي اعتادوا عليها. ولكن مع ذلك، سكان القرى والقصبات المرتبطة بمركز القضاء وخاصة ناحية هرموطة التي تبعد 3 كيلومترات من كويا وتضم 5000 نسمة جميعهم من المكون المسيحي، يخشون من التغيير الديمغرافي والتجاوز على أراضيهم في حال فك ارتباطها بمركز أربيل وإلحاقها إداريا بكويا. هرموطة قرية آشورية قديمة تعود إلى مذهب نستريوس. عام 1779 انتقل إليها مطران كلداني آشوري وحولها إلى الكاثوليك الكلدان، ومنذ ذلك الوقت ظلت هكذا. في الماضي كانت القرية تضم 7 كنائس، ظلت منها فقط 3 كنائس، وهي مار يوسف وميخائيل ومزار قديشة، وفيها أيضا قلعة أثرية تدعى شيلانا. أثناء الفتوحات الإسلامية حصلت هنا حروب ومجازر، لهذا أطلق عليها اسم عرعر موتى، أي هرموطة. خلال زيارتنا إلى ناحية هرموطة رأينا ضعفاً في خدمات الطرق والبلدية. المقابر المخصصة هنا لدفن المسيحيين محاطة بأسوار على عكس مقابر المسلمين، كنائس طليقة الأنفاس أمام المصلين وخاصة أيام الأحد وفي المناسبات الدينية التي أحياناً يشاركها المسلمون من أعيان البلدة والمسؤولين. خلال أعمال ترميم مربين قديشة للأسف أزيلت آثار المقابر التي كانت موجودة، وأيضا قلعة الشيلانة الأثرية وهي جزء من تاريخ المسيحيين هنا تحولت إلى ربية عسكرية. أما قصر باشا هرموطة التراثي والذي كان يسمى في الماضي قصر باشا كوي، فتحول في زمن حزب البعث إلى دائرة عسكرية فيما اتخذتها حكومة الأقليم كثكنة للبشمركة. هذه بعض آثارنا التي ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها كونها جزء من تاريخ قرية هرموطة الأثرية. في كويا لوحدها 180 موقعا أثريا، الجديد منها عمره يربو على قرن من الزمان، أما القديم فيعود إلى 3000 عام أو يزيد، ما يعني أن هذه المدينة الضاربة في القدم ما تزال تحتضن بين ثناياها كما هائلا من الذكريات المكتشفة والمدفونة، المقيدة والمنسية. ولا تزال هذه المدينة العريقة المتخمة بالآثار غير المكتشفة تنتظر أيادي المنقبين، وهي تحمل فرشاة رقيقة لتنفض الغبار عما دفنته السنين هنا، لكي يتعرف العالم على جذور مدينة تختزل تاريخ شعب بأكمله. إلى اللقاء.